السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا هو المسجد الأقصى الذي جاء في آية من سورة الإسراء التي كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في سند يقول بعضه أنه ضعيف، لكن كان يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم كما روي كل ليلة ليتذكر المسجد الأقصى، يتذكر حاله. كان يوصي أهله بإيصال الزيت له وإيصال ما يعين المسجد الأقصى على الإضاءة وعلى أن يؤدي دوره. هذا هو المسجد الأقصى الذي يتعرض الآن لانتهاكات متتالية ومتتابعة كما قلنا في حلقات سابقة منذ كان على يد المحتلين والآن على يد الصهاينة المجرمين. عن المسجد الأقصى بناءه وتأسيسه كعمران في هذه الحلقة الخاصة وفي هذه السلسلة من البرنامج الخاص حول المسجد الأقصى ومصر وعلاقة مصر بالمسجد الأقصى، معنا ومعكم ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العويسي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة اسطنبول صلاح الدين زعيم وعدة جامعات عالمية والمؤسس للمركز المعرفي لبيت المقدس. اهلا وسهلا بحضرتك. حياك الله استاذ احمد. الله يكرمك يا دكتور. دكتورنا، يعني نود في هذه الحلقه نخصص على المسجد الاقصى كعمران كبناء، يعني متى بني، ماذا تعرض له في هذه الاونه، يعني كل الحقب التاريخيه لو حضرتك فصلتها لنا وللمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. المسجد الاقصى بني على هذه الارض منذ ان خلق الله هذه الأرض، يعني لا يمكن أن الله تبارك وتعالى أنزل آدم وحواء وذريتهم على هذه الأرض ولا يوجد لهم بيت يعبدون الله عليه، لا يمكن. يعني آدم نزل بمهمة، برسالة الله تبارك وتعالى أرسله إلى هذه لعمران هذه الأرض، وجزء من عمران هذه الأرض لابد أن يكون هنالك مكان يعبد به رب العالمين. فالله تبارك وتعالى على يد آدم عليه السلام بنى الكعبة المشرفة، الباني الأول، البيت الأول لعبادة على هذه الأرض كانت الكعبة المشرفة. ثم بعد ذلك بأربعين سنة بنى آدم المسجد الأقصى المبارك، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو ذر في صحيح، أبو ذر في الصحيح يقول أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أي مسجد وضع على الأرض أولا، فقال المسجد الحرام. أبو ذر بيسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى، المسجد الأقصى، أنا الآن أحلله سيكولوجيا، يعني هو بده يسمع المسجد الأقصى، لأن الرسول بعد الإسراء والمعراج كما ذكرنا في الحادثة الأولى بدأ يعد الخطة لتحرير المسجد الأقصى. وأول إعداد كان الإعداد المعرفي، أن يعرف الناس، أن يقول لهم ما هو المسجد الأقصى الذي كانوا يتجهون إليه أصلا في الصلاة. بالضبط. فهو أبو ذر من ناحية سيكولوجية، أنا أريد أحلل الحديث نفسيا يعني سمع المسجد الحرام، طب ما احنا عايشين من المسجد الحرام جنبنا هنا. لكن ثم قال ثم اي هو عايز يسمع، فقال المسجد الاقصى. يبقى البيت الاول اللي بنى ادم هو المسجد الحرام، الكعبه المشرفه، ثم المسجد. فسال الرسول عليه الصلاه والسلام وكم بينهما، عايز يعرف التفاصيل، عايز في ناس بتاخذ بالكليات وفي ناس عايز التفاصيل. فابو ذر سال فقال أربعين سنة، يعني في عمر التاريخ وعمر الأرض لا شيء يعني. وبالتالي المسجد الأقصى بني على هذه الأرض منذ أن خلق الله هذه الدنيا. بعد أن بنى المسجد الحرام بني المسجد، بنى المسجد الأقصى. الآن السؤال هذا هنا أنا يعني أعود به إلى أحد طلبتي الذين أعتز بهم، هو زميلي الآن. أشرفت على رسالة الدكتوراه الدكتور هيثم الرطروط، وكانت رسالة حول المسجد الأقصى، ونتعلم منه حقيقة. وهو عالم، أشهد له بأنه جاء بما لم يأتي به الآخرون حول المسجد الأقصى، وهو له كتاب، له عدة كتب حقيقة، كتاب في قبة الصخرة في تصميم قبة، هو معماري، هو أستاذ في جامعة النجاح بنابلس في بالضفة الغربية المحتلة. فالدكتور هيثم
نظر إلى هذا الحديث من ناحية معمارية. نعم. يعني هو رجل معماري وأثبت معماريا أن المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام. وواحدة من الأدلة التي عاد إليها في دراسة رائعة نشرت في مجلة أكاديمية محكمة اسمها مجلة دراسات بيت المقدس، قال على أن عندما بني المسجد الأقصى قبلته كانت إلى المسجد الحرام، قبلته كانت إلى المسجد الحرام مباشرة، ثم نظر إلى الأضلاع ومساحة المسجد الأقصى ومساحة الكعبة المشرفة، فوجد نسبة وتناسب وتطابق، وأكد على أن الباني للكعبة هو الباني للمسجد الأقصى، وفي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله أثبته الدكتور هيثم. كتاب قبة الصخرة ولا أي كتاب؟ له مقالة، له مقالة أخرى غير كتاب قبة الصخرة. الآن هذا يدفعني أن أقول أن الناس عندما تقول المسجد الأقصى يتبادر إلى ذهنهم قبة الصخرة، أو يتبادر إلى ذهنهم الجامع القبلي، الجامع الأقصى اللي موجود في القبلة، ولا يعرف المسلم العادي أن المسجد الأقصى أكبر من ذلك، وأن القبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى، وأن الجامع الأقصى جزء من المسجد الأقصى. صحيح، يتبادر لذهن الناس أن المسجد الأقصى قبة الصخرة. بالضبط. هذه الصورة بس تيجي هو ده. وبالمناسبة في اعتقادي من الخطأ أن نقول مسجد قبة الصخرة، ومن الخطأ أن نقول المسجد القبلي، لأن كيف تبني مسجد داخل مسجد؟ إنما عندك المسجد الأقصى وفي داخله قبة الصخرة وفي داخله الجامع الأقصى. لكن مساحة المسجد الأقصى بدراسة الدكتور هيثم هي 142 دنم، 142، ثم حدثت في الفترة الأموية زيادة باثنين دنم، فأصبحت المساحة 144 دنم، والمساحة هذه الاثنين دنم معروفة. نعم. نعم. معروفة في الجهة التي تم بها كما تكلم عليها الدكتور هيثم الرطروط بالتفصيل. إذن عندما نقول المسجد الأقصى هو 144 دنم. نعم. هذه هي مساحة المسجد الأقصى، والمعالم اللي موجودة به الآن في واقعنا الحالي بها أكثر من 200 معلم على سبيل المثال في داخل هذا المسجد. فلو قصرناها على قبة الصخرة نحن نتكلم عن جزء صغير. نعم. من هذا البناء الكبير اللي موجود. نعم. في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أيضا من ناحية معمارية، ما الذي نقصده بالمسجد؟ يعني عندما أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هنالك بناء محدد، لم يكن هنالك بناء، لذلك الحديث يكون عن القدس مثلا. يعني المسجد الأقصى كبناء. نعم. ليس في زمن الرسول لم يكن بناء، إنما كان منطقة، هذه المدينة كلها فارغة. نعم. منطقة فارغة تماما، حسب ما تعلمت أيضا من الدكتور هيثم الرطروط. نعم. أرانا خارطة تعود إلى الفترة البيزنطية تعرف بخارطة مادبة، هذه الخارطة توضح أن المسجد الأقصى لم يكن به أي بناء عندما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبالتالي الدكتور هيثم ماذا يقول؟ أنا أنقل عنه أن المسجد هو قبلة، اتجاه باتجاه القبلة، ومحدد بالأسوار، له مساحة، هذا هو المسجد. ملحوظ يعني نقطة بس، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في رحلة الإسراء في داخل المسجد الأقصى، في داخل الفناء، ولا يوجد بناء، يعني المعالم ما كانت موجودة، هو فقط أرض. أضيف معلومة، تفضل. حائط البراق. نعم. الذي ربط به الرسول صلى الله عليه وسلم البراق. نعم. هذا الآن نحن نسميه الحائط الغربي. نعم. كان ليلتها هو الحائط الشرقي للمدينة، لأنه لم يكن هنالك أسوار موجودة في الخارج، كانت مهدومة، كانت كلها مكان، كانت كلها مهدومة. نعم. في الخارج، وبالتالي كان حائط البراق اللي هو احنا نسميه الآن الشرق، الحائط الغربي للمسجد الأقصى، كان ليلة الإسراء هو الحائط الشرقي لمدينة بيت المقدس. هي. أو لمدينة إيلياء في. نعم. ذلك الوقت، لأن المسجد الأقصى كان منطقة
منطقة فارغة، وبالتالي لم يكن هنالك بناء. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الفتح العمري، عندما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى أو خط كما يقول كما تقول كتب التاريخ، خط أول بناء في المسجد الأقصى المبارك. نعم. كيف؟ المسجد الأقصى بالمناسبة هو صخرة، صخرة قمته تأتي في قمة اللي تم عليها بناء قبة الصخرة. هذه المنطقة إخواننا الذين يعيشون في مناطق جبلية سيعرفون ما أقول الآن، اللي يعيشوا في المناطق الساحلية قد يصعب عليهم التصور، لكن اللي يعيشوا بالمنطقة الجبلية، حتى تبني بناء أولا تبني له تسوية، تبني بناء لترفعه ليصبح على مستوى واحد. على مستوى واحد. نعم. فعمر بن الخطاب أول ما فعل، نعم، أول ما فعل أنه صلى في مكان منخفض اللي هو الآن يعرف بالتسوية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، أو ما يسمى الآن بالمصلى المرواني. صلى هنالك وتم بناء مسجد، يقول عنه أحد الحجاج المسيحيين الذين زار المسجد الأقصى زمن معاوية، قال: وهذا المسجد يتسع، هذا البناء من السقف من النخيل يتسع لعشرة آلاف مصلي من المسلمين. لكن المسجد الأقصى كله بمساحته يتسع إلى 500,000 مصلي. المسجد الأقصى كان قبل توسعة الحرم المكي يعتبر أكبر مساجد في العالم الإسلامي. إذن ثم تولت جاء عمر، نعم، وخط هذا المكان، نعم، وتم. ثم جاءت عندما جاءت الدولة الأموية، عندما جاءت الدولة الأموية بدأت في الأبنية التي نجدها الآن، وهنا دور مصر. المصريين هنا ساهموا في بناء المسجد الأقصى وفي الأبنية الحالية الموجودة، ساهم أهل مصر في بنائها إن شاء الله. في هذا في الفقرة الثانية من هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين. لكن أريد بس أكد قبل ما نطلع الفاصل، على كان في شبهة ليوسف زيدان، كان بيتحدث بهذا علماني مصري معروف، نعم، بيتحدث على أن لم يكن هناك مسجد أقصى ولم يكن بيت مقدس، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وحضرتك أفضت هذه التأكيدات اللي حضرتك أفضت بمعلومات وببحث عمراني هذا الدكتور هيثم يؤكد وينفي هذه يعني الحجج الواهية يعني لدى يعني حقيقة حقيقة لو أي باحث بسيط، نعم، وليس متمرسا يقرأ سيجد على أنه ما يقوله هذا الزيدان، نعم، لا يساوي شيء في مجال البحث العلمي. وأنا هنا أنصح حقيقة أن يقرأ المشاهد والمشاهدة الكرام، يقرأ ما كتبه الدكتور هيثم في موضوع قبة الصخرة وفي موضوع المسجد الأقصى وفي موضوع العلاقة بين المسجد الأقصى والكعبة المشرفة إن شاء الله. جزاكم الله خير دكتور فاصل قصير، ونعود لدور مصر في بناء مسجد الأقصى. فاصل قصير.